سمر، كل سنة بمعرض الكتاب بيكون في شخصية خاصة بالمعرض، واليوم ضمن الدورة 31 أكيد شخصية بتهمنا كتير، أكيد شخصية تاريخية بتدل على يمكن تاريخ عريق. خلينا نتعرف على شخصية المعرض بدورته 31، وهي أبي العلاء المعري أو أبو العلاء المعري. مع بدنا نرحب أكيد بضيفتنا السيدة أمينة الحسن، مديرة المخطوطات في مكتبة الأسد. صباح الخير سيدة أهلا وسهلا، أمينة، صباح يسعد النور. لي صباحك. أهلا وسهلا فيكم، نورتوا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباح فيكي. الورد. أكيد بالبداية بدنا نتعرف عن شخصية المعرض. شخصية المعرض لهذا العام هو أبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري انتقينا هذه الشخصية لأنه ظلم كثيرا من قبل النقاد ومن قبل الشعراء في حياته وبعد مماته، عندما طالت أيدي الإرهاب النصب التذكاري في معرة النعمان وحطموه. فهو ولد في معرة النعمان في حمص، في عام توفي في عام 449 للهجرة، 1057 ميلادي. هو أحمد بن عبد الله التنوخي. هو شاعر وأديب وفيلسوف ولغوي. أصيب بمرض الجدري في سنة وهو في عمر الثالثة من عمره، فيقول فقد بصره ولم أعرف من الألوان أتذكر إلا اللون الأحمر، لأنني ألبسوني ثوبا مصبوغا بالعصفر. عندما توفي عن عمر يناهز 87 عام. كان في جنازته الكثير من الأدباء والعلماء والشعراء، رثوه ب 81 مرثية. كان قد كتب وصية أن يوضع على قبره: هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد. بدأ يسمع الشعر في عمر 11 أو 12 من عمره. كان نابغة من نوابغ عصره. يقال أنه لا يوجد أحكم ولا أكرم ولا أعدل من أبو العلاء المعري، لسببين: لأنه لم يقل الشعر للكسب المادي، وثاني أمر لم يقل شعر في مدح أحد. طبعا. القصيدة الوحيدة التي افتخر بها في نفسه هي سقط الزند، فيقول: إني لا تعجبني ولا أحب أن أسمعها، لأنها كانت في بداية عمري. وعندما قرأ تلميذه التبريزي جميع تصانيفه عليه، فعندما وصل إلى سقط الزند قال له: لا تقولها، فإني لا أحبها. من هذه القصيدة: خفف الوطأ ما أرى أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد. عنده نظرة إنسانية أبو العلاء المعري، فيقول: فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. وأيضا أبو العلاء المعري هو رهين المحبسين كما نعرف، رهين العمى ورهين البيت، فاعتزل الناس لمدة 40 عاما. ولكن هناك أيضا حبس آخر، هو حبس النفس الطاهرة في الجسد الخبيث، فيقول: أراني في الثلاثة من سجوني، فلا تسأل عن الخبر النبيث، لفقد ناظري ولزوم بيتي وكون النفس في الجسم الخبيث. أبو العلاء المعري فيلسوف، فهو سبق ديكارت في نظرية الشك، وله مؤلفات ومجلدات، وله رسائل جميلة جدا كرسالة الملائكة ورسالة التي الغفران، وكثير ورسالة الغفران، كثير من الرسائل لأبي علاء المعري ومجلدات، وله بس هلا بدنا دواوين ننتقل شعرية. بالبداية على معرض المخطوطات، نتعرف عليه بشكل أوسع. عرضنا، لأن أبو العلاء هو شخصية المعرض، فعرضنا مخطوطات أبو العلاء، ليست جميعها طبعا، هي بضع من مؤلفاته، هي نادرة، هي مخطوطات قيمة ونفيسة نستطيع أن نقول، وقديمة. منها سقط الزند الذي تكلمت عنه، في بداية حياته ألفه، قلد فيه المتنبي، فمن شدة غروره يقول أن المتنبي قال عني: قصدني في بيته، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. هذا الديوان يتألف من 3000 بيت شعري. أيضا هناك رسالة الغفران، فهي رسالة خيالية
تنقل فيها الشخص الخيالي هو ابن القارح بين الجنة والنار والعالم الآخر وعالم الجن والملائكة. فأخذ عنه الشاعر الإيطالي دانتي في الملحمة العالمية الكوميديا الإلهية. وأثبت لكم ذلك بشيئين، أن دانتي وأبو العلاء اتفقا بشيء. أول شيء أنهم أخذوا اللغة الفطرية بلقاء آدم عليه السلام أبو البشرية، فهذا ليس أكيد من محض الصدفة. والشيء الثاني الذي أخذ منه دانتي لأبو العلاء بالتقاء المحبوبة، فدانتي التقى محبوبته بالآخرة هي بيتارس، وأبو العلاء التقى محبوبة امرأة القيس، فهذه أيضا ليست من محض الصدفة. نعم. تمام. ست أمينة، خلينا نحن نرجع نتابع حديثنا، ولكن نروح ونعرف المشاهدين عن الندوة اللي كانت مرافقة للمعرض، والخاصة عن المخطوطات اللي عنونت بالكتب النادرة في مكتبة الأسد. خلينا نروح نتابعها ونرجع مع زميلتنا هزار عبود. مخطوطات تتضمن نوادر اختزلت تاريخا وحضارة، أفردت ضمن معرض متخصص تضمن عددا من مؤلفات أبي العلاء المعري، الشخصية الأدبية التي اختيرت لدورة 31 لمعرض الكتاب الدولي، إضافة إلى عدد من الكتب النادرة. معرض ترافق مع ندوة عنونت محاورها بالكتب النادرة في مكتبة الأسد الوطنية وطباعتها، حيث شكلت المشكلات والتحديات التي تواجه توثيق المخطوطات أحد أبرز محاورها. هاي الندوة أنا بعتقد أنه من أهم الندوات ضمن معرض الكتاب. أولا أنها تأتي ضمن مجال يتعلق بالمخطوطات والكتب النادرة، ونحن الآن نقيم معرضا للكتاب، فبالتالي نحن نربط ما بين الماضي وما بين الحاضر، كيف كانت صناعة الكتب، كيف كانت وتطورت، وكيف وكم عانت الأجيال السابقة حتى وصل الكتاب إلينا بهذه الصورة، بهذه الحداثة، بهذه التقنيات. فبالتالي رحلة الكتاب والاطلاع على رحلة الكتاب هي أعتقد رحلة مثيرة للاهتمام، يجب أن يعلمها الجميع، يعني نعلم كم عانى الإنسان حتى وصل إلى حالة الرقي في الطباعة التي نعيشها الآن. وبالتالي أيضا هناك هدف هام هو تسليط الضوء على ما تحتويه مكتبة الأسد من كنوز ومن مخطوطات وكتب نادرة، وبالتالي هذه المخطوطات نحن نعرف بها ونضعها في خدمة الجمهور لتكون مادة للدراسة والبحث ولتعميق الصلة ما بين أجيالنا الشابة وما بين وبين تراثهم. الكتب النادرة التي عرضناها لهذا العام في جناح المخطوطات والكتب النادرة تناولت للمرة الأولى هذه الطبعات القديمة والنادرة، فأحببت أن أعرف الباحثين والمهتمين وأصحاب الاهتمام بهذه الكتب القيمة التي تمتلكها المكتبة. فلدينا المخطوطات التي المطبوعات التي طبعت في دور نشر سورية، سواء حلب ولا لبنان، طبعات قديمة جدا، ومصر طبعة بولاق والاتحاد والترقي وتونس وإيران. حاولت أن أعرف الناس بهذه الطبعات القديمة أولا، ثم بالطبعات الحجرية التي هي مهمة جدا لأن يميز القارئ بين أو المتصفح لها بين المخطوط والكتاب المطبوع طبعة حجرية، وللمرة الأولى تعرض في هذا الجناح. توثيق لمراحل تاريخية هامة وشخوص كانت علامة فارقة في التاريخ العربي ضمن مخطوطات أتاحتها مكتبة الأسد الوطنية للزوار والمهتمين ضمن الدورة الحالية لمعرض الكتاب الدولي. خلينا نتعرف عن المشكلات والتحديات اللي ممكن تواجهكم في توثيق المخطوطات العربية، شو هي؟ أولا أحب أن أتكلم عن المفهرس، دور المفهرس أن يكون ذو دراية، ذو علم، أن يكون مفهرس حاذق، أن يتتبع دورات، أن يذهب إلى مؤتمرات تخصصية في علم الفهرسة والتصنيف، أن يتابع نفسه، أن يحب المخطوط ويتابعه بشغف، أن يقرأ بتأني وعلى مهل لكي يعرف ماذا بين يديه من قيمة وكنز الأجداد.
أكيد. التحديات التي تواجهنا نحن كمفهرسين، وأنا طبعا ابنة المخطوطات من أول أكيد. وظيفتي، فهناك أشياء كثيرة ومشكلات وعراقيل تواجهنا وتحتاج إلى حل سريع، منها الخلل بالعنوان. فهناك مخطوطات إما لعوامل بشرية مثل الناسخ أو المالك أو المجلد أو غير ذلك، أو عبث أو احتكاك المخطوط بأي شيء، أو عوامل طبيعية كالحريق والرطوبة والحموضة العالية قد تؤثر على المخطوط فتذهب العنوان، فيكون في صفحة العنوان غير موجود، فنذهب نحن وهيك فقدان هوية المخطوط تمام. إذا ضاع العنوان بيكون تمام فهو الذي يثبت الهوية للمخطوط، فنحن نحتاج إلى الرجوع إلى البداية إلى النهاية. إن لم نجد في البداية والنهاية عنوان للمخطوط نذهب إلى المراجع إلى مقابلة النسخ بعضها ببعض. أيضا هناك تحديات نسبة بعض المخطوطات إلى غير مؤلفيها، فهناك مخطوطات كثيرة قد زورت ونسبت إلى مؤلفين آخرين، وأغلب المخطوطات التي زورت ونسبت إلى الجلال السيوطي المعروف المتوفى 911 للهجرة، وهو لأن له كثير من التصانيف، فيقول الخازندار والشيباني في دليل السيوطي أنه قد بلغت تصانيفه 980 مصنف، ونحن في مكتبة الأسد لدينا حوالي 500 مصنف للجلال السيوطي. تمام. فهذا عند تزوير التاريخ، فهذا يعطي قيمة بالقدم وقيمة مادية للمخطوط وشهرة أيضا، لأن الجلال السيوطي مشهور جدا. نعم. ست أمينة، خلينا هيك نستغل الوقت ونحكي يمكن عن كل التفاصيل يلي كانت مرافقة للمعرض، إن كانت ندوة وكان أيضا في عرض لكتب نادرة خلينا نحكي عنها. تمام. أيضا نحن وضعنا في جناح المخطوطات لأول مرة في تاريخ المعارض لمكتبة الأسد أنه وضعنا كتب نادرة، منها كتب مطبوعة طباعة حجرية. الكتب النادرة راعينا فيها اختلاف الموضوعات واختلاف مكان تواجد الطبعات. الكتاب النادر له معايير خاصة، فإما لتاريخ طباعته 100 عام وأكثر وأهمية المحتوى، أو لوجود رسومات أو لوحات فنية فوتوغرافية قيمة جدا، أو للغلاف الموشى بالزخارف أو المنمنمات أو المذهب، أو الكتاب الأجنبي يراعى فيه الاتصال الثقافي بدخول الكتاب الأجنبي إلى بلاد الشام عام 1850 ميلادي، أو ممكن أن يكون لقلة أو ندرة النسخ الموجودة منه في العالم، كالطبعة الأولى له أن تكون بين 1 إلى 300 نسخة في العالم فقط لا غير، أو لتوقيع أحد الملوك أو الوزراء أو السلاطين أو الشخصيات المهمة. فنحن عرضنا في معرض المخطوطات، عرضنا كتب نادرة لسوريا مطبوعة في سوريا في حلب ودمشق، كتب نادرة مطبوعة في مصر، كتب نادرة مطبوعة في بإيران مثل ترتيب زيبا بمطبعة سندا الحجرية، ترتيب أبجدية للآيات القرآنية، ترتيب أبجدية للآيات القرآنية. خلينا نحكي كمان عن كتاب الطباعة الحجرية، كمان الطباعة الحجرية هو طبع بلوح حجري من الحجر الجيري، هو حجر خاص اسمه الحجر الجيري مطبوع بطريقة خاصة، لا أعلم إن كان هناك وقت أشرح فضلي. الطريقة باختصار شديد هي حجر خاص اسمه الحجر الجيري، يكتب الناسخ بخط مستقيم على ورقة خاصة بحبر خاص يضعه بين النشاشتين مبلولتين ويضغط عليه، ثم يأتي بمكبس ويضع اللوح الحجري ويوضع عليه قليل من الحبر والصمغ، ثم يأتي بهذا هذه الورقة التي كتب عليها ويضغط عليها مرارا وتكرارا، ثم يأتي بمزيج من الصمغ ومحلول حامض وأيضا يوضع على المكبس، ثم يأتي بقليل من الحبر ويبلله ويضع الورق ويطبع مرارا وتكرارا بعدد النسخ التي يريدون. تاريخ الطباعة الحجرية أول من اكتشفها هو الألماني لويس سينفلدر عام 1798، المولود في ألمانيا في مدينة ميونخ، وتعرف بالليثوغراف.
نعم ستامينة، خلينا نرجع لأجواء المعرض ونحكي يمكن كيف كانوا الزوار عم يتجولوا ضمن الأجنحة ويشوفوا يمكن المخطوطات والكتب النادرة، وفي شرح مفصل عنا ضمن المعرض. طبعا هناك مختصين من مديرية المخطوطات يقومون بالشرح الوافي والكافي والمفيد والذي يهم المختصين. الحقيقة لا يأتي إلى جناح المخطوطات إلا من هم الباحثين أو طلاب الماجستير أو الدكتوراه أو من له اهتمام بهذا العلم. طيب كيف لقيت التفاعل؟ كان تفاعل جميل جدا ولقي قبول جميل وكان ذو فائدة جدا بهذا الجناح. نعم تمام. وإذا بدنا نحكي عن الهدف من عرض المخطوطات النادرة للعالم، شو أنت شو عم تستفيد وشو الهدف من عرض المخطوطات النادرة؟ أولا لنشر لنشر الفائدة للباحثين والمهتمين، أيضا وضعنا مخطوطات لكي يقوم الناس بتحقيقها وإخراجها للنور ومتابعة مسيرة الأجداد بطريقة عصرية من تحويله من مخطوط أو كتاب نادر إلى كتاب مطبوع يظهر إلى العالم وينتشر ويأخذ الناس الفائدة منه. فهناك ناس أناس كثيرون بعض المعرض يأتون إلينا أرقام المخطوطات التي عرضت أو الكتب النادرة ويقومون بطلب تصويرها بشكل نظامي عن طريق لجنة المخطوطات. نعم ست أمينة بدنا نشكرك كثير وشكرا لكل الجهود المبذولة بمعرض دمشق الدولي بمكتبة الأسد. شكرا كثير لك. وأنا بقول فعلا اليوم صباحي غير أجمل صبيتين. نحن صباحنا أكيد غير معك، بنشكرك كثير لوجودك معنا، بتشكرك على حفاظك على الثروة الفكرية والحضارية والتاريخية. شكرا لك.